جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يبدو أن هذه المجتمعة وقعت في شباك من المبتدعة، فهي تسأل عن الموالد، ثم تسأل عن زي معين يلبس وهو الجلباب بالنسبة للمرأة لكنه قصير، ثم تسأل أيضا عن نوع من الذكر يجتمعنا فيذكرنا الله على طريقة معينة، ثم يطفئون الأنوار ويعلقون ألسنتهم كما تقول في سقف، ويمسكون المصباح عند قلوبهم ويغمضون عيونهم، ثم تستمر في وصفهم، ثم تسأل أيضا عن المقولة القائلة: يا أيها الأعزل احذر فراسة المستقيم فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر، واتقوا فراسة المؤمن. وهكذا شيخ صالح، ما هو توجيهكم باختيار الرفقة والجلساء والعباد وفقكم الله؟ ثم تذكر أن لها شيخة تلقنها على ذلك الأسلوب. هذه الأمور التي ذكرتها كلها مخالفة لما شرعه الله سبحانه وتعالى. من ناحية اللباس، المسلمة تلبس ما يسترها من جلباب وغيره يضفي على جسمها ويسترها ويكون واسعا ولا يكون فيه زينة تجلب الأنظار، هذا من ناحية اللباس. وأما من ناحية الأذكار التي ذكرتها والاجتماع لها، فهذا ليس بالمشروع. المسلم يذكر الله بدون أنه يجتمع مع آخرين بصوت جماعي أو بتلقين من آخرين، واعتقاد أن ذلك فضيلة، ولتحذر من هذه الشيخة التي تعلمها لئلا تكون مخرفة ومبتدعة، فعليها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤال أهل العلم. وأما ما ذكرت من الصفة الغريبة وهي أنهم يجتمعون ثم يأتي عليهم حالة يعلقون ألسنتهم ويصمتون، أو أنها تضع المسبحة على وضع معين، كل هذه من خرافات الصوفية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه حالة من أحوالهم البدعية، لأن لهم أحوالا غريبة مخالفة لما جاء في الكتاب والسنة. عليها أن تبتعد عن الصوفية نهائيا، وعن اجتماعاتهم وعن مشايخهم ومشيخاتهم، أن تبتعد عنهم نهائيا، وأن تحافظ على دراسة الكتاب والسنة وسؤال أهل العلم والجلوس مع أهل السنة والناس الذين هم على عمل